أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي للمنهاج الليبي، نرحب بكم في مدرسة أورينت الافتراضية، وسنتابع معكم سلسلة دروس مادة الأحياء في الوحدة الثانية الجزء الخامس. في هذا الشكل لدينا في الأعلى شبكة غذائية وفي الأسفل سلسلة غذائية. سنختبر معلوماتنا من خلال طرح بعض الأسئلة على هذين الشكلين. السؤال الأول: اذكر أسماء الكائنات المستهلكة الثانوية في الشبكة الغذائية، أي في الشكل بالأعلى. كلكم ستجاوبون أن المستهلكات الثانوية في الشبكة الغذائية هي خنافس والإنسان، ويمكن أن يكون العصفور مستهلك ثانوي على يرقات الفراشات. السؤال الثاني: لماذا يسمى نبات الحبوب بالكائن المنتج؟ وهذا السؤال فيما يخص الشكل أو السلسلة الغذائية في الأسفل، لأن نباتات الحبوب هي المستوى الغذائي الأول ضمن السلسلة الغذائية، وهي التي تقوم بإنتاج الغذاء من خلال عملية البناء الضوئي. السؤال الثالث: لو طلب منكم كون هرما للأعداد بناء على السلسلة الغذائية التالية، فطبيعي يكون الهرم ليس بالشكل الذي يأخذ هرم الكتلة وهرم الطاقة، فنلاحظ أن قاعدته تكون عريضة تتناقص بالنسبة للمستهلك الأول وهو الماشية، ثم يتناقص بالنسبة للمستهلك الثانوي وهو الإنسان، بينما لما ننتقل إلى المستهلك الرابع أو المستهلك الثالث وهو البعوض، سنلاحظ زيادة عرض طبعا المستوى الثالث، أي هرم الأعداد سيكون ليس له شكلا طبيعيا. السؤال الرابع: بفرض أن الإنسان يستطيع العيش على الحبوب بدلا من الماشية، أي أن الإنسان لا يحتاج لتربية الماشية، اقترح سببا لهذه العبارة. طبعا هذه العبارة تدل أن الإنسان لو استطاع أن يعيش نباتيا على نبات الحبوب مباشرة دون استهلاك لحوم الماشية، فهذا سيتوافر له قدر كبير من الطاقة، وهذا ما قلناه سابقا أن الإنسان النباتي تتوافر له طاقة أكثر من لو اعتمد على تناول لحوم الماشية على تلك النباتات التي تتغذى عليها الماشية. في الشكل التالي عبارة عن منحنيين بيانيين يوصف في بركة ما نباتات وحيوانات تسمى العوالق، وهي هذه من الحياة البيانية، نقصد هي علاقة ما بين عدد الأفراد مع تغير الزمن. فالخط البياني الأزرق يمثل العوالق الحيوانية، والخط البياني الأحمر بيمثل العوالق النباتية. السؤال المطروح هنا: لماذا يتشابه المنحنيان البيانيان؟ يعني آخذين نفس الشكل تقريبا، أيهما يمثل العوالق الحيوانية؟ إذن يتشابهان لأن أحدهما يتغذى على الآخر. وأيهما يمثل العوالق الحيوانية؟ طبيعي
أن عدد أفراد العوالق الحيوانية يجب أن يكون أقل من عدد أفراد العوالق النباتية، وبالتالي الخط الأزرق بيمثل العوالق الحيوانية، بينما الخط الأحمر يمثل العوالق النباتية. من ناحية أخرى، نلاحظ أن القمم بالنسبة لهذه المنحنيات، أي ازدياد أفراد العوالق الحيوانية، دائما يتبع الزيادة في التغير في زيادة أعداد العوالق النباتية، بمعنى أن كل قمة للتعداد عدد الأفراد للعوالق النباتية يتبعها قمة ولكن أدنى منها بالنسبة لتعداد العوالق الحيوانية. إذن هذا يعتبر في مثال التفسير أن العوالق النباتية هي المنتجة والعوالق الحيوانية هي المستهلكة، ودائما وأبدا بالنسبة للتعداد العوالق النباتية تكون أكثر تعدادا من العوالق الحيوانية. حقيقة أن تفسير اتخاذ شكل السلسلة الغذائية الشكل الهرمي هو انسياب الطاقة في المنظومة البيئية وعلاقتها بالتغذية والتنفس. فلو أخذنا أي سلسلة غذائية من التي درسناها سابقا، فسيكون الطاقة الضوئية، فستكون الطاقة الضوئية والتي مصدرها الشمس هي الأساس في وجود الكائنات المنتجة وهي النباتات الخضراء، حيث أن طاقة الضوء في النباتات أو في المنتجات عموما تتحول إلى طاقة كيميائية بوجود مركبات أو مركب ثاني أكسيد الكربون والماء. إذن تخزن الطاقة الضوئية في الكائنات المنتجة على شكل طاقة كيميائية. الكائنات النباتية أو المنتجة عموما تتنفس، فتفقد أيضا جزءا من الطاقة الضوئية التي تحصل عليها على شكل حرارة. بينما لو انتقلنا إلى المستوى الثاني أو وهو الكائنات المستهلكة الأولية، فأكلات الأعشاب ستنتقل إليها الطاقة الكيميائية على شكل غذاء، وتفقد جزءا منها عن طريق التنفس وجزء آخر عن طريق الإخراج، فهذا يؤدي إلى نقصان في الطاقة الكيميائية المنتقلة من المنتج إلى المستهلك عن طريقين، تنفس وإخراج. وهكذا لو انتقلنا إلى المستهلك الثانوي وهو آكل اللحوم، سيفقد أيضا جزءا من الطاقة الكيميائية المنتقلة إليه من المستهلك الأولي عن طريق التنفس والإخراج. فنلاحظ أنه عموما على اليسار نلاحظ فقد كبير من الطاقة على شكل حرارة من المستويات الغذائية الثلاث، بينما وهو يكون على شكل حرارة تبدد، بينما الجزء الآخر من الطاقة الكيميائية يفقد على شكل إخراجات، والذي ستقوم بتفكيكه المحللات إلى ثاني أكسيد الكربون وطاقة حرارية منطلقة إلى البيئة. إذن دائما وأبدا الضياع في الطاقة على شكل طاقة حرارية، إن كان عن طريق التنفس وإن كان عن طريق تحلل المواد الإخراجية والكائنات الحية عموما بعد موتها، ستتحول إلى طاقة حرارية تفقد في المنظومة
البيئية، وهذا ما دعانا سابقا إلى أن انتقال الطاقة ضمن المنظومات البيئية يكون خطي وليس حلقي كما في انتقال المواد. الخلاصة من هذا الشكل أنه في أي منظومة بيئية يكون المصدر الأساسي للطاقة هو الشمس، يكون انسياب الطاقة في المنظومة البيئية غير دوري، وهذا ما لاحظناه بالفعل. مثال ذلك أن الطاقة المنطلقة كحرارة في البيئة، أي الطاقة الحرارية كما قلنا، لا تعود إلى نفس النظام أو الكائنات الحية التي أنتجتها. النقطة الثالثة، تحتوي أجزاء وأجسام الكائنات الحية الميتة والبراز والمواد الإخراجية على طاقة كيميائية محتجزة بداخلها، وتنطلق هذه الطاقة في النهاية بفعل الكائنات الحية الدقيقة التي تستخدم هذه الطاقة لاحتياجاتها طبعا البنائية، ويفقد الآخر على شكل حرارة. إذن في النهاية تفقد كل الطاقة التي تدخل الجزء الحيوي للمنظومة البيئية على شكل طاقة حرارية، ولسوء الحظ لا تستطيع الكائنات الحية استخدام هذا الشكل من الطاقة لأداء أي عمل، فهي تستطيع فقط استخدام الضوء ككائنات منتجة والطاقة الكيميائية ككائنات مستهلكة أو محللة. في أي منظومة بيئية تشكل الكائنات المنتجة والمستهلكة والمحللة السلاسل الغذائية؟ وتوجد الكائنات المنتجة في أول السلسلة وتؤدي وظيفتها البيئية بين الكائنات الحية على شكل شبكة غذائية مع توازن بين الكائنات المنتجة والكائنات المستهلكة، وتفقد الطاقة حرارية في كل مستوى من السلسلة الغذائية، ولا يمكن إعادة تدوير الطاقة الحرارية بأي طريقة في المنظومة البيئية، ولهذا قد يكون ضروريا تواجد أعداد كبيرة من الكائنات المنتجة أي في القاعدة لدعم عدد قليل من الكائنات المستهلكة في نهاية السلسلة الغذائية. إذن الخلاصة واضحة بأن الضياع للطاقة ضمن السلسلة الغذائية أو عبر السلسلة الغذائية على شكل طاقة حرارية يدعم المفهوم الذي يؤدي بالسلاسل الغذائية إلى الشكل الهرمي.